ولتحليل ونقاش آخر مستجدات الحراك الشعبي في العراق يحضروا معنا في استوديو العراق اليوم الكاتب والباحث السياسي دكتور فالح خطاب. أهلا بكم. مرحبا بكم دكتور فالح. كيف تقيم الحراك الشعبي بعد هذه الانطلاقة منذ الخميس الماضي ليلة الخميس وحتى اليوم بهذا الزخم وبكل المطالب التي رفعت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في أوج القمة، القمة الثورية، القمة الجماهيرية. كان الحراك في البداية عبارة عن مظاهرات ربما محدودة العدد، ربما محدودة الطابع، ثم تحول إلى انتفاضة ووثبة جماهيرية. اليوم نحن ثورة في ثورة كبيرة، ثورة جذرية، ثورة شاملة، ثورة حقيقية لم تستثني أحد أبداً من أبناء الشعب العراقي، شيباً وشباناً، رجالاً، نساءً، كباراً، صغاراً. اليوم والله رأيت منظر يعني أدمع العين، حتى هناك صف من فاقدي البصر ولكنهم لم يفقدوا بصيرتهم وانطلقوا، وحتى رأيت أحد أصحاب الحاجات الخاصة يعني معوق يزحف زحفاً. يعني هذا منظر يعني ماذا تقول عنه سوى أنه ثورة شاملة، ثورة حقيقية؟ الحمد لله وصلت الأمور إلى مرحلة الثورة الشاملة التي بات يفهم كل عراقي، كل عراقي حتى الأطفال يفهمون أنها ثورة، ولكن النظام الحاكم لا يستوعب هذه الحقيقة ولا يريد أن يستوعب هذه الحقيقة ومصر على غيه وعلى ظلمه وعلى إجرامه. كما تفضلتم دكتور خرجت كل الفئات، شاهدنا حتى طلاب المدارس في كل المراحل الدراسية، كل فئات المجتمع خرجت إلى الشارع بكل سلمية ورفعت هذه المطالب المشروعة وقوبلوا بنفس العنف المفرط إن لم نقل أكثر من الموجة الأولى للانتفاضة. كيف تفسرون هذا القمع المتواصل الذي تصر عليه القوات الأمنية؟ لأنه الطغمة الحاكمة، الطغمة الفاسدة التي لا تملك إلا القمع كما قلنا أكثر من مرة، لا تملك أبدا إلا القمع، لا تملك إلا هذا السلاح الإجرامي. هذه السلطة أقنعت نفسها في الأيام الأولى أنها أزاء تظاهرة محدودة، أزاء يعني فريق من الناس، مجموعة، لكن ماذا تقول الآن؟ هم يعني يزدادون غيا، يزدادون عمى، وفي نفس الوقت هذا العنف المتزايد ضد تزايد انتفاضة العراقيين يشير إلى شيء واحد، وهو أن هناك حالة من الهلع والخوف والرعب الحقيقي الذي أصاب هذه الطغمة الحاكمة التي تعلم جيدا أنها حتى لو جدلا كسبت هذه الجولة فإنها خسرت العراقيين جميعا بدون استثناء. شاهدنا في الأيام الماضية كذلك انضمام نقابة المحامين، نقابة المعلمين أيضا، وخروج الطلاب في اعتصام متواصل وإضراب عام إن صح القول. كيف سيساهم هذا الحراك الموازي للحراك الشعبي، حراك الفئات أو لنقل النخبة؟ هذا ما نعنيه بالثورة الشاملة، هذا ما نعنيه بانضمام كل الشعب العراقي إلى هذه الثورة المباركة التي الآن توجت بكونها ثورة حقيقية. وإلا ماذا نقول عن انضمام هذه الحركات؟ لو كان هناك عالم متحضر، لو كان هناك ديمقراطية، الولايات المتحدة بالذات لو كانت تعي أنها فعلا جاءت، لو كانت أنها تصدق نفسها وتقول أنها جاءت للعراق من أجل إقامة ديمقراطية، ماذا تقول عن كل شرائح الشعب العراقي؟ أليس هذا مجتمع المدني؟ أليس هذا تجسيد المجتمع المدني الحقيقي الموجود في كل العالم؟ الشباب، نقابات العمال، المحامين، الأطباء، المعلمين، الطلاب، هذه هي الثورة الحقيقية، هذا هو المجتمع المدني بأكمله، هذا هو عنوان الديمقراطية. نتحداهم اليوم أن يجرون انتخابات فعلية حقيقية تحت إشراف عادل، إشراف كفوء، ها؟ وسوف نرى لمن تكون الكلمة الأخيرة. دكتور يخشى الكثيرون من الاعتصام في الساحات، يخشون مصطلح العصيان المدني خشية خسران المزيد، خسارة المزيد من الضحايا من طرف بسبب قمع القوات الأمنية.
كيف بإمكاننا أن نفسر باختصار معنى الاعتصام، معنى العصيان المدني ومساهمته في وصول تحقق المطالب والوصول إلى الحل المنشود؟ يعني في الدول المدنية، في الدول اللي تحترم نفسها، هناك تظاهرات، هناك انتفاضات، هناك مطالب شعبية، يجب أن تجد إذن صاغية على الأقل الدول، لكن هي ليست الدولة كما قلنا، تراجع نفسها، تقف وقفة وتقول نعم نحن نسمعكم، نحن فهمنا الآن ما تريدون، هذا تجاوزناه، هم لم يسمعوا، إنما سمعوا بالرصاص والقتل والكذا. ثم جئنا إلى مرحلة الاعتصامات. الاعتصامات لماذا تقوم؟ تقوم لأنه ليس هناك استجابة، ليس هناك أي يعني الطرف المقابل، طرف النظام القائم لا يستجيب. ثم نتحول للعصيان المدني الذي يعني أن هناك حالة من الاستعصاء، يعني الند للند، العين بالعين والسن بالسن. طبعا المتظاهرين، المنتفضين، الثوار لا يملكون إلا هذه الوسائل السلمية مقابل أو إزاء ما يملك النظام من أدوات قمع وقوة، وبالتالي هذا التوجه، هذه كلها وسائل سلمية لا يملك المنتفضين أكثر من هذه الوسائل، لأنهم في الحقيقة حتى الآن متمسكين بسلميتهم، وطبعا هذا هو الطريق الأسلم والأفضل. هل يمكن لهم مواصلة المسار بهذا الشكل في ظل وجود ضغوطات معينة؟ شاهدنا الكثير من الفيديوهات التي وثقت مدراء المدارس يمارسون العنف على الطلاب لعدم الخروج والمشاركة في حق لكل مواطن عراقي. هذا صحيح، هؤلاء زمرة منتفعة، كما نعلم أن هناك حالة من الانتفاع من بعض، لكن الحالة المبشرة الأخرى أن هناك حالات كثيرة، يعني نحن نعلم أنه نقابات كثيرة، جامعات كثيرة تنضوي تحت الأحزاب انتفاعا أو خوفا. اليوم كل هذه أكثرها طرحت هذا رداء الخوف أو الانتفاع وانضمت إلى الجماهير، انضمت إلى الثورة، وبالتالي نعم يوجد مثل هذه الحالات التي نتكلم عنها، لكن هؤلاء سينالون حسابهم، وهؤلاء سوف لن يستمروا في غيهم، لأن الجماهير، الثوار، المنتفضين كلهم يراقبون ما يجري من أوضاع. والحقيقة من يفكر بعقل، من يفكر برؤية، بتدبر، بطريقة رجال الدولة، وهم ليسوا رجال الدولة للأسف، وليسوا دولة، لو يفكرون حقيقة لعلموا أنه العواقب ستكون مريرة، وأنه هناك محاسبة، لأنه نحن لا نتكلم كما قلنا عن مجموعة صغيرة، الشعب كله، يعني من ينظر إلى صورة ميدان التحرير، يعني صورة في الأفق مليئة بالناس، زين، هاي إضافة إلى أن المحافظات والمحافظات برمزية كبيرة، كربلاء والنجف، النوع الهتافات، الأناشيد والأغاني الوطنية التي سمعوها، هذا كله يؤشر إلى أن هناك وعي جماهيري، وعي شعبي، وعي ثوري لا يقبل بالعودة للوراء. ولذلك ما صدر اليوم من قرارات عن ما يسمى البرلمان قوبلت برفض تام. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن هذه مجرد خدع وكسب للوقت. ماذا عن التهديدات العلنية والمباشرة من قبل أبو مهدي المهندس أو قيس الخزعلي، وتهديدات باقتحام ساحات التظاهر لقتل المتظاهرين؟ أنا لا أستبعد أن يفعلون هذا، أنا لا أستبعد أنهم يقومون بمذابح، لا أستبعد هذا. بعض من رموزهم يكيلون المديح قبل فترة، يعني أنا رأيت بعض الفيديوهات، بعض رموز هذه العملية البائسة الخائبة الإجرامية، العملية السياسية، يكيلون المديح لعبد الفتاح السيسي مثلا، وهم يعني يأخذوك قدوة، الآن يتذكرون عبد الفتاح ماذا فعل في رباع العدوية، وربما يفعلون نفس الشيء، ربما هم يعني تحدثهم أنفسهم المريضة بأن يفعلون كل شيء. أبو مهدي المهندس يتكلم عن هموم إيران، يتكلم عن نوايا إيران، نوايا إيران واضحة جدا، هم من زمان، منذ فترة مهيئين الحشد لكي يستولي على الحكم في العراق. هذا الكلام اللي قاله أبو مهدي المهندس هو عبارة عن تهديد واضح بأننا سنستولي على مقدرات الأمور في البلاد. رأينا أن الجيش ليس له قيمة هذه الأيام، كل قوى الأمن وليس لها قيمة، من قام بعمليات القتل والقنص رجال مجهولين كما قالوا هم، لكن هم معلومين، هم من الحشد وهم من ميليشيات إيرانية، بل أن المتظاهرين مسكوا بعض الإيرانيين، وبالتالي لا أستبعد أن يقوم أبو مهدي المهندس نيابة عن إيران، لأن إيران الآن
قضها وقضيها موجودة في العراق، حرس ثوري، باسيج وكذا، موجودين كلهم ينتظرون الفرصة المناسبة للإهجاز على المتظاهرين، لكن في الحقيقة هم يهجزون على الدولة العراقية بشكل علني، يعني التستر خلف الحكومة، خلف عادل عبد المهدي، خلف الجيش، هذا انتهى. ربما هم يقومون بخطوتهم الأخيرة فيما يعتقدون أنه ضبط للأمور، ولكن الحقيقة الأمور فلتت تماما، لأن الوضع الآن أفلت من السيطرة، ولا يمكن لأي قوة مهما كانت أن تسيطر على الوضع بعد الآن. دكتور، بدأنا بصور عن تظاهرات ونختم كذلك بسؤال عن صور من التظاهرات استوقفت الكثيرين في سابقة، من نوعها خروج المرأة العراقية للمشاركة مع إخوانها في هذه في ساحات التظاهر، دعمهم بالطعام أو حتى رفع الشعارات سواء من طالبات أو معلمات أو محاميات من كل الفئات. كيف تقرأ مشاركة المرأة العراقية في هذه التظاهرات؟ يعني كما تقرأيها أنت، كما يقرأها أي ناظر لهذه الصور الجميلة، المرأة عندما تخرج هناك ملاحظات نلاحظها في هذا الخروج. أول شيء، المرأة خرجت ليس من اليوم الأول، خرجت ما بعد إيش؟ بعد دماء أنهار من الدم، بعد القتل العشوائي، بعد القتل الإجرامي بالحقيقة، بعد القنص في الرأس. المرأة عندما تخرج في هذا الجو، نحن نعلم جيدا ماذا يعني هذا، يعني أن الأمور وصلت إلى اللا عودة، نحن أزاء اللا عودة. المرأة عندما تخرج ويعتدي عليها مدير مدرسة أو يعتدي عليها جندي أو 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 حشدي أو أي واحد مسلح، وتخرج المرأة ونحن نعلم أن المرأة لها وضع خاص، فهذا يعني أن الأمور بخير، وأن الكل قد نزع رداء الخوف، وأنه لا خوف بعد الآن، وأنه طالما أن النساء والأطفال بل العوائل يخرجون أو أبنائهم وبناتهم، هذا معناته نحن إزاء شعب كامل قد نفض عن يده الخوف والأغلال. شكرا جزيلا لكم دكتور فالح خطاب، الكاتب والباحث السياسي، كنت حاضرا معنا في استوديو العراق اليوم. شكرا لكم. مرحبا.